يعطيكم العافية وجمعة طيبة. السؤال اللي توه سألته على أي أساس نجاوبه؟ يعني يمكن إذا إنسان مثلاً ما يكون طبيب مثلاً، شلون يقدر يعرف مثلاً أفضل كريم للتفتيح، توحيد لون البشرة؟ ممكن عن طريق مثلاً أحد قال له، وهذا شيء أنا جداً ما أنصح فيه، أوكي، ويروح يطبقه مثل ما أحد قايل له، مثلاً صديق، أحد من أهله، أو إنه يجربه ويشوف منه نتائج. وقد تكون على المدى القصير نتائج حلوة وزين الكريم يكون، أو إنه يكون كريم سيء فيشوف نتائج أول شيء وبعدين يصير نتائج عكسية. ولكن إحنا كدكاترة، أنا بالنسبة لي عندي شيئين أساسيين، هما وايد أشياء ولكن شيئين أساسيين. شنو هالمنتج فيه يحتوي من أشياء تساعد على التفتيح ونتائجه على الناس أو البشرات اللي فيها هالمشكلة؟ هني أقيمة. لو ييني مثلاً منتجات وايد، يعني أنا بشكل يومي توصلني منتجات، شلون أقيم أو أفلتر المنتجات على أساس التركيبات؟ ممكن يكون كذلك كريم أنا واصفته على الكثير من المراجعين وشايفه منه نتائج حلوة، فيكون وايد حلو آمن ونتائج حلوة. هذا الشيء اللي تخليني أشوف وأثق بالمنتج. اليوم لما نتكلم عن توحيد لون البشرة، توحيد لون البشرة جدا مهم. ليش؟ لأنه وايد يعطي ايجينج أو يعطي عمر أكبر من عمر الشخص نفسه أو البنت نفسها. ليش؟ بقع هني، تصبغ هني، آثار حبوب هني، فتحرص البنت أن تستخدم أشياء عشان تفتح لها. اليوم راح أحط مثال وركزوا عليه جدا رائع من براند إنجليزي مرخص لتفتيح التصبغات. ولكن ليش زين هذا المنتج؟ هل أنا بس حطيته كذي؟ ليش زين هذا المنتج؟ الحين راح يجي تقييمي له. هذا الكريم اللي بتكلم عنه اليوم أقوى كريمات التبييض أو توحيد لون البشرة عند فارما كلينكس. طبعاً في هذا اللي كذي صاير على خط أزرق، وفي الجولد. الجولد مو آمن للحامل المرضع. اليوم المثال اللي بتكلم عنه عشان بشرح واحد، راح أشرح اللي آمن حتى حق الحامل والمرضع. ولكن هذا شو اللي يخليك كريم تبييض أو توحيد لون البشرة مهم أو زين؟ أو أنا معطيته وقت بالشرح. ما يحتوي بس على مضادات أكسدة، أو يحتوي على نسب ترطيبية، أو نسب تقشير التصبغات، لا. تعالوا نشوف شنو في هذا الكريم اللي يخليه فعال وفعال جدا في توحيد لون البشرة. لايتينكس بلس يعتبر أقوى كريم تبييض من لاينات فارما كلينكس الإنجليزية لعدة أسباب. واحد، يحتوي على الأزيليك أسيد، يعني مواد تقشيرية، أزيليك وكوجيك، يعني أحماض فاكهة، ويحتوي على الأزيليك، يعني شوي من السكن أورين. لاحظوا الخلطة، مخلطة إنستغرام وكونتات تجارية. اثنين، يحتوي على مضادات أكسدة روعة، فيتامين إي ونسبة بسيطة من فيتامين سي، يعني التحسس من فيتامين سي ما في مشكلة لأن النسبة بسيطة. ثلاثة، يحتوي على مواد تفتيح منها الألفا أربيوتين والبيتا أربيوتين، ويحتوي على العرق سوس. شايفين كم تركيبة تساعد على توحيد لون البشرة؟ فتخليه كريم خيال لهذه المشكلة اللي هي توحيد لون البشرة. هذا ككريم إذا بحطه من ضمن العناية الليلية حق بنت عندها تصبغات أو آثار حب شباب، دائما أقول لها لازم تحطين على بشرة نظيفة قبل لا تنامين. يعني هي بتنامين تحطينه، توزعينه بعيد عن المحيط حول العين طبعا، لانه يحتوي على مقشرات ومفتحات ومضادات اكسده، يعني كريم قوي فعال وجميل زين. ولكن حطيه بعيد عن المحيط حول العين على كل تصبغات الوي، وخليه 20 دقيقه 30 دقيقه على نص ساعه، وغسلي ورطبي، وثاني يوم لا تنسين الحمايه الصبح لما تقومين. طبيعي ان اول ايام استخدام تحسين بوخزات او تقزز او شد بالبشره شويه قشره، هذا طبيعي. هذا الكريم انصح فيه وبقوه، وايد حلو من لاينات التفتيح من فارما كلينكس. انا احب اشرح الاشياء اللي اثق فيها، وادري لان انتوا ساعات لما اشرح شغله، خل اراويكم شكله من داخل، لما اشرح شغله تروحون اذا ما لقيتوها مثلا تاخذون شيء بديلها. وهذا هو في من نفس اللاين الجولد اللي صاير على ذهبي، مو انه مو زين، بالعكس، بس هذاك مو امن للحامل المرضع لانه فيه نسبه من فيتامين اي، فحلو حق اللي مو حامل المرضع تقدر تستخدمه. ولكن هذا مره واحده حطيت لكم اياه لانه امن للحامل والمرضع كذلك، اوكي، امن للحامل والمرضع. فهذا اللي فرقه عن الثاني اللي كله ذهبي.
وايد حلو، طريقة الاستخدام جدا مهمة راح أكتبها. طبعا فارمي كلينكس أكيد من الدوائية، إن هذا السعر تقريبا 44 راح تاخذينا بالدوائية بسعر تقريبا 28 35% فرق سعر، أوكي مع تطبيق الكود وايد فرق.